النهارده هنتكلم مع بعض عن اتيكيت التعامل مع الكبار، ازاي الشباب اللي في سننا يتعاملوا مع الناس اللي فوق سن 50 سنه في الاماكن العامه، في الدخول والخروج ونزول وطلوع اسانسيرات، في اي مكان، اثناء الحوار كمان. فكل دوت هنعرفه النهارده في التلات عناصر الجايين دول. بالنسبه لاتيكيت المواصلات، اول حاجه سواء هتركب باص نقل، اتوبيس نقل عام او ميكروباص، او حتى هتركب المترو، مجرد ما تخش في اي مكان تلاقي شخص كبير واقف، مفروض ان انت بتخليه هو يقعد قبلك لو في كرسي واحد هو اللي فاضي. لكن لو انت قاعد اوريدي ولقيت شخص كبير في السن داخل عليك في المترو او في المواصلات العامه، قوم وقعد. مش لازم تستنى الناس اللي حواليك لما تاخد بالها ويبداوا يتداركوا الموضوع او يتعاملوا معاه. ده بالنسبه للمواصلات. اما بالنسبه لركوب الاسانسير او السلالم المتحركه، بالنسبه للاسانسير بتخلي دايما في طابور، بنعمله في اوروبا او اي دوله متقدمه بيعملوا طابور للناس الكبيره وطابور للشباب. الناس الكبيره بتركب الاول في الاخر خالص، بحيث اي حد يطلع ويدخل ما يزعجهمش، ومش باستمرار يخليهم يطلعوا ويتدخلوا. ده بالنسبه للاسانسير. اما بالنسبه للمواصلات العامه او نزولك وطلوعك من السلالم المتحركه، دايما وانت طالع اطلع انت الاول بسرعه، استاذنه عن اذن حضرتك واطلع انت قبليه علشان تديله فرصه ان هو يطلع على مهله من غير ما تسربعه علشان ده. وهو نازل انت بتخليه ينزل الاول براحته خالص، وبعد كده بتنزل بعدي. ولكن في حاله واحده بس انت المفروض ان انت تتقدمه فيها، سواء في الطلوع في الصعود او في النزول، لو انت مستعجل وراك ميعاد مهم جدا ما ينفعش تتاخر عليه. دي الحاله الوحيده، غير كده يفضل ان انت تخلي دايما اي حد كبير في السن يتقدمك علشان تديله هو الاولويه. بالنسبه لاخر حاجه بقى معانا النهارده، وهي اتيكيت الحوار. كتير جدا من الشباب اللي في سننا بيكون متخيل ان لما يتكلم مع شخص كبير في السن كانه بيتكلم مع حد في سنه، بيزق في الكلام او ممكن يعلي طون صوته شويه او ممكن يقاطع اثناء كلامه، وده سلوك مش لطيف وما بيكونش مطلوب في الاتيكيت ان احنا نعمل حاجه زي دي. فاللطيف ان انت لما تلاقي شخص كبير في السن سيبه يتكلم لحد ما يخلص، وده طبعا بالنسبه لاي حد في اي عمر المفروض ان انت تسيبه لحد ما يخلص كلام. ولكن الاشخاص الكبيره لان دايما نفسهم في الكلام بيكون اقل واضعف، فالمفروض ان انت تحترم حاجه زي دي وتسيبه يخلص كلامه لحد الاخر. بتقطعه انت في حاله واحده بس، لو تلاقيه غلط في اي حاجه من الحاجات المسلم بيها وليكن زي الدين، دي بتقول له استاذن حضرتك ثانيه واحده، وتبدا تقول له التعليق او التعديل لو انت عندك معلومه يقينيه متاكد منها. غير كده سيب الكبير يتكلم لحد ما يخلص، وبعد كده قول له لو انت عايز تعدل قول له مع احترامي لراي حضرتك، بس احب اضيف حاجه صغيره. غير كده سيبه يتكلم. موضوعنا النهارده كان من ضمن المواضيع المهمه جدا اتيكيت التعامل مع الكبار، لان انت كشخص شاب بيتم تقييمك في الحياه الاجتماعيه بان انت شخص ذكي اجتماعيا لو قدرت تتعامل مع الكبار بشكل ذكي. انت جمعت خبرتهم وفي نفس الوقت مع ذكائك وشطارتك انت في التعامل تتعامل معاهم. كنت معاكم النهارده في الفيديو بتاعنا النهارده بالاتيكيت رضوى نجيب، استشاري الاتيكيت والبروتوكول الدبلوماسي.